مشاهدينا ومشاهدي توب تي في، مرحبا بكم في الحلقه 13 من برنامج كين وكين. قبل ما نناقشوا الموضوع ديال هذه الحلقه، غادي نخليكم بعدا تشوفوا هذه الفيديوهات وبعدا نرجعوا معكم. انتوا عارفين ان واحده من اهم اقتصاديات المغرب، انا اسفه، في هذا الشهر الكريم هي اقتصاديات الدعاره. 10 مغاربه فيهم 8 يهود. والديانه اليهوديه. انا عايز اتجوز واطلع على المغرب اخد شهر عسل. تروح مطعم ومعك سندوتش. ولكن الخيبه بزاف هي ملي ولد بلادك ولا بنت بلادك كيتهجم على المغرب وكيتهجم على ناسها. وهذا ما يشرفناش حنا كمغاربه، وما خصوش يتسمع علينا حنا كمغاربه ان هذا الشيء كاين. بالعكس، المفروض المركز السينمائي قنواتنا تفتح الايدي. وكيف كتعطي ميزانيه للمنتجين، عفوا منفذي الانتاج؟ ما عندناش منتجين في المغرب، عندنا منفذي انتاج. كيف كتعطي لهذوك؟ هاد الناس مستعدين يقدموا او غيرهم، ماشي انا كنتكلم على هاد الناس بالضبط، او غيرهم ايضا، طالما قادر يعطيني الجوده وقادر يخلصني انا كممثله مزيان ويخلص التقني مزيان ويخلص البلاطوات مزيان، علاش ما نتعاملوش مع هاد الناس هذا؟ علاش حنا كنتعاملوا مع مصاصي دماء؟ عفوا سمحوا لي انا غادي نفعل اكثر. كنت سعيده جدا بالتجربه المصريه. وقبل ما نزيد نناقش الموضوع، غادي نقول واحد التعليق بسيط على هاد الفيديو اللي شفتو مخر. اول حاجه، ما كاين حتى شي انتاج كيتخسروا عليه الملاير لان ماشي في هوليود، زائد انا ما كاينينش شي منتجين سميتهم مصاصي الدماء، لان كاينه شي حاجه سميتها قانون اللي كتضمن كل فنان حقه. كلشي ملقط مترجم ثابت، سينما ثابت. زائد ان الناس اللي كيقول لك كيربحوا الملاير وكيلوحوا لنا غير الفتافيت، اشنو اللي خلى بزاف ديال الفنانين يقبلوا بهذه الوضعيه من الاول؟ او لما كيبان لنا غير الاحتجاج واننا نبينوا صوره خيبه على بلادنا وعلى هذا القطاع في بلادنا غير قدام البراني. ما فهمتش انا علاش هاد البلاد ولات بحال حيط القساور اللي جاي عارفها ويجي عارف ناسها، سواء البراني ولا حتى منا حنايا للاسف. وهذا الشيء هو اللي زعم بزاف ديال الناس برانيين انهم يتهجموا على هاد البلاد، حتى ولينا كنشوفوا بزاف ديال الناس من برا ولاو كيعيروا هاد البلاد ولاو كينعتوها بشي صفات اللي ما كيتقبلها حتى شي مغربي كيغير على بلاده. ولكن للاسف حنا اللي كنزعموهم، ما حدنا حنايا كنتقدوا في بلادنا وكنتهجموا على بلادنا قدام البراني على قبل مصالحنا الشخصيه، لان للاسف وباختصار شديد عندنا العقده ديال الاجنبي هنايا. الا كانت هاد البلاد خيبه، راه ماشي حيت هي اللي خيبه، راه حنا اللي ما مزيانينش. الا كانت هاد البلاد راه مسخه، حنا اللي وسخنا. الا كانت هاد البلاد فيها الشفره، راه الناس منا كانوا شفاره. الا كانت هاد البلاد فيها شي عيب، راه العيب منا. وعوض ما اننا نبقاو نقولوا هاد الكلمه ديال حنا المغاربه، حنا المغاربه، المغاربه فاعلين، المغاربه تاركين. خاص كل واحد ينطلق من راسو، خاص كل واحد يصلح راسو، خاص كل واحد ينتقد راسو ويعرف العيوب اللي فيه باش يبدا من راسو. لان كل واحد فينا الا بدا من نفسه غادي يكون عندنا مجتمع مزيان وغادي يكون عندنا مجتمع صالح. وعوض ما اننا ننتقدوا في هاد البلاد، نديروا اصلا حنايا شي حاجه في هاد البلاد، عاد نقولوا راه خاص وخاص وخاص المغرب فيه وفيه وفيه. لان كاينين بزاف ديال الناس للاسف ما كيديروش حتى الواجبات ديالهم كمواطنين داخل المجتمع وكيبقاو يعايروا بلا حتى شي حاجه. ما نقدرش نطول في هذا الموضوع اكثر من هادشي باش نخليو لكم مساحه اللي تعبروا فيها على ارائكم من خلال لي كومونتير ديالكم في هذا الفيديو. ولكن الميساج اللي نقدر نقول لكم هو اننا خصنا نغيروا على بلادنا، نغيروا على المصلحه ديال بلادنا، ونغيروا على الصوره ديال بلادنا قدام نفوسنا وقدام البراني. كنتمنى ان الموضوع ديال هذه الحلقه يكون عجبكم، كيف ما كنتمنى انكم ديما تدعمونا وتشجعونا من خلال برنامج كين وكين وطوب تي في. كنشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه. نتلاقاو في الحلقه الماضيه. تهلاو ليا، فرصكم، السلام عليكم.